السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله عندي سؤالين بنوجههم للشيخ. طيب تفضلي. الأول. الأول يا أني مش طاهرة. اي نعم. حاليا مش طاهرة يعني علي العادة. طيب. وغدوة بنسافر للسعودية إن شاء الله. طيب. بنعتمر. نعم. طيب. كيف يجوز لي نطوف طواف القدوم ونمشي للمكة ولا كيف يعني؟ اها طيب واضح. والسؤال الثاني ولا نبعد كم اها طيب. الاخت ام احمد من ليبيا هي الان حائض وغدا ستسافر للعمره، كيف تتصرف في مثل هذه الحاله يا شيخ؟ اولا نسال الله تعالى لها القبول والعافيه ولمرضى المسلمين. فيما يتعلق بما تفعله من اصابع الحيض اذا ارادت الاحرام، اذا ذهبت للميقات تفعل ما يفعله سائر النساء من الاغتسال والتهيؤ وتلبي من الميقات وتقول لبيك عمرة. ثم تذهب إلى مكة. طبعا هي ممنوعة من أن تطوف حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديقة بنت الصديقة عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني افعلي ما يفعله الحاج من كل الأعمال إلا الطواف بالبيت فإنها لا تفعل. وبالتالي هي إذا ذهبت مع الحملة تحرم من الميقات وتلبي بالعمرة، وإذا وصلت إلى مكة إن كانت قد طهرت تغتسل وتذهب وتطوف. إن كانت لم تطهر تنتظر حتى ينقطع حيضها، فإذا انقطع حيضها اغتسلت غسلها المعتاد وتذهب إلى الحرم تطوف وتسعى وتقصر، وبذلك تتحلل وينتهي عمرتها. ليس في هذا نقص أجرها كسائر النساء وكسائر المعتمرين. لها في هذه المدة مدة الانتظار، لأنه قد تطول مدة الحيض، لها أن تبدل ما شاءت من ملابسها، لكنها تمتنع فقط من محظورات الإحرام، وهو بالنسبة للمرأة الطيب في بدنها وثيابها ولبس القفازين والنقاب. ما عداه فإنها لا تمنع منه من ما يتعلق باللباس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا وصف عملها. تذكر الله عز وجل، تفعل تلبي لبيك اللهم لبيك، تقول كل ما يفعله الحاج وتفعل كل ما يفعله المعتمر، إلا فقط الطواف بالبيت إذا طهرت طافت ثم بعد ذلك تسعى وتقصر. أحسن عليك. فيما شيخ لو قدر أنها لم تطهر وتقرر عودته مثلا إلى بلدها، هنا في هذه يعني الحالة غير إن شاء الله هي غير مثلا يعني ونرجو أن لا يكون. وعلى كل حال ينبغي للمرأة في هذه الحال إذا كانت تعرف أنه حيضة أن حيضة هذا يحصل تلقاوي، يعني تجد بعض الناس يقول سأذهب يومين ويأخذ معه أهله ويكون على المرأة أو على إحدى بناته المانع الحيض، فما تتمكن من أداء العمرة. هنا أقول لا تحرمي، إذا كنت لن تعتمري لا تحرمي. بعض الناس يقول أنوي وأشترط، بمعنى أن أقول لبيك عمرة وأقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا قال به بعض أهل العلم وعد ذلك نوعا من الحابس. جماهير العلماء على أن من أحرمت وهي حائض يجب عليها أن تتم الحج والعمرة ولا يجوز لها التحلل بالحيض، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم. في كل الأحوال إذا كان الذي أشير به إذا كانت تعلم أنها ستذهب وترجع والحيض لم ينقطع فعند ذلك لا تحرم من الأصل. لكن لو أنه لما راحت وبقيت يوم أو بقيت يومين طهرت وقالت والله فرصة ودي بالعمرة، نقول اخرجي إلى الحل وأحرمي عند ذلك، لأنه هذا أمر جد لم يكن في الحساب، ولا يلزم الذهاب للميقات، لأنه أنت في الميقات لم تكوني تقصدين الحج والعمرة، ولا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. أحسن الله إليكم.